أنا بشوف أنه هالوقفة هي الاحتجاجية اللي قامت فيها أوريانت هي عمليا مثل يعني شوك أو مثل بطاقة حمراء، يعني رفعت بوجه هذا العالم، يعني هذا العالم القذر. اليوم نحن اللي عمال بنشوفه على الأرض شيء لا يصدق، شيء لا يمكن لعقل أن يعني يستوعب ما يجري. حتى يعني العبارات لا ما عادت توفي يعني بالغرض، ما عاد في جملة بتعبر عن هالمواقف اللا إنسانية اللي عمال بتجي على الساحة السورية تحديدا وخاصة في إدلب. يعني شيء يفوق الوصف، مو هولوكوست ولا بتطلع واحد على 10,000 من ما يجري الآن على الأرض في إدلب وعلى الأرض السورية. وكان لابد من هي الوقفة اللي هي تعتبر مثل إذا واحد مسك شخص وهزه هيك، يعني خلي يصحى شوي، لابد من موقف. وهي من خلال عملها، من خلال عملها الإعلامي، يعني هي أدت واجبها بهذا الجانب. يعني وأنا بعتبر هي مثل وقفة صمت، يعني متشلون لما الناس بتوقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، هي هيك تماما، يعني هي أشبه بهي دقيقة الصمت. على كل حال نحن نتأمل دائما، نحن بحكمنا الأمل دائما أنه إن شاء الله بكرة أحسن من اليوم. وأورينت قامت بواجب على أكمل وجه، مو من هلأ، من وقت ما كانت تزور في دمشق وحاربوها، وذات أورينت ذات مواقف نضالية معروفة، وهي بتشبه الناس. مشان هيك أورينت قريبة من الناس، قريبة من قلوب الناس، وهي مؤثرة، وهي الوقفة ضرورية كانت ونحن معها.